بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ هذه الحلقة الدراسية اللي تتعلق بموضوع الكاتاليست. حقيقة الكاتاليست هو كما يبدو أنه العنوان لموضوع قديم، إلا أنه الكاتاليست هو لا زال يحظى باهتمام كثير من العلماء، سواء من الناحية البحثية أو لأهميته من الناحية الاقتصادية. الكاتاليست أو ما نسميه العوامل المساعدة حقيقة تبلغ تقريبا مبيعات العالم سنويا 2 مليار دولار من المواد المصنفة كعوامل مساعدة، علاوة على أنه بحدود 200 مليار دولار أيضا تباع ككيميكالز، أيضا هي مرتبطة ارتباط وثيق بالكتاليست، سواء بالصناعة أو تكون مرافقة لعمل الكتاليست. كذلك الكتاليست 90% من الصناعات الكيميائية تعتمد في طبيعتها على الكتاليست. لما لهذا النوع من المواد الكيميائية الأثر الكبير على زيادة الإنتاج وقلة كلفة الإنتاج كذلك. طبعا هذه الإحصائيات لربما تكون قديمة، لكن الكاتاليست لا زال يحظى باهتمام قلنا العلماء، وكذلك يوجد مؤتمرات دولية عالمية سنوية تهتم فقط بالكاتاليست، وأيضا توجد مجلات عالمية علمية متخصصة أيضا بالكتاليست دون غيرها من المواضيع. ابتداء نعرف الكاتاليست بشكل عام، اللي هو a substance which changes the speed of a reaction without being used itself. يعني حقيقة مادة العامل المساعد هي المادة اللي تزيد من سرعة تفاعل معين دون أن تتأثر، وممكن استخدامها في أكثر من مرة. كذلك الكاتاليسيس هي الفينومينون of increasing the rate of reaction by the use of catalyst، هي عملية الحفز أو ما نسميها أحيانا عملية التحفيز أو فعل العامل المساعد. بالطبع احنا عرفنا الكاتاليست على انه يزيد من سرعة التفاعل، فاذا كان فعل العامل المساعد هو زيادة سرعة التفاعل فممكن ان نسميه البوزيتيف كاتاليست. هذا يزيد من سرعة التفاعل اذا كنا فعلا هذا التفاعل نريد نزيد من سرعته، لكن احيانا يحصل العكس انه بعض التفاعلات نرغب أن نثبطها أو نقلل سرعتها، وخاصة اللي تنطي سايد افكت غير مرغوب أو بشكل عام نسميها undesired reaction، فهذا راح نسميه النيجاتيف كاتاليست اللي هو decrease أو retards the speed of a reaction. من خلال معرفة الـ impact of catalyst on environment ممكن نصف عملية الكاتاليسيس از جرين، يعني من خلال حقيقة استخدام الكاتاليست راح نختصر في صرف الطاقة سواء كانت كهربائية أو حرارية أو ضغط أو إلى آخره، وأيضا راح نقلل الويست اللي ممكن ينطرح كنواتج عرضية، وبالتالي راح تكون الكوست للإنتاج أقل، عملية الكلفة للإنتاج تكون أقل، علاوة على أنه الماتيريالز المستخدمة حقيقة هي أغلبها من نوع البلانتس، يعني المواد الخضراء اللي هي أقل ضرر وأقل ريسك أو هازارد بالنسبة للبيئة. فلذلك نشوف تأثير استخدام الكاتاليست بشكل عام إلى أثر إيجابي على البيئة، فلذلك ممكن نسمي الكاتاليسيس از جرين، وان الكاتاليست بشكل عام ايضا هو من ضمن الجرين كيمستري اللي به اهتمامات
عالمية في الآونة الأخيرة. الكاتاليست روز أو مسار الكاتاليست ممكن توضيحه أيضا بهذا الشكل المبسط. فإذا كان عندنا طريق عبر جبل معين إلى بداية وإلى نهاية، ممكن أن نختصر هذا الطريق باستخدام الكاتاليست، وهو بمثابة حفر نفق عبر هذا الجبل، فراح نوصل إلى مبتغانا وهدفنا بأقل كلفة وأقل فترة زمنية. فبشكل عام الكاتاليست هو حقيقة يزيد من سرعة التفاعلات الموجودة ودون أن يتأثر بالنتيجة، وممكن أن يعيد توليد نفسه في نهاية التفاعل. علاوة على إذا كان عندنا توازن كيميائي ما، فممكن هذا التوازن الكيميائي أيضا يحصل بفترة زمنية قصيرة، لأنه الكاتاليست راح يأثر حقيقة على التفاعل العكسي بنفس القدر على تأثيره على التفاعل الطردي، وبالنتيجة راح نصل على التوازن بأقل فترة ممكنة. الكاتاليست افكت أيضا ممكن توضيحه بمخطط الطاقة التقليدي. فإذا كان عندنا تفاعل معين لمجموعة من الرياكتنس راح تنطينا برودكت معين، فيجب المرور بحالة وسطية أو ما نسميها الانترميديت اللي هي طاقتها أعلى. فباستخدام الكاتاليست راح يكون الطاقة حقيقة للانترميديت أقل ما يمكن، وبالتالي نحصل على الناتج من خلال هذا التفاعل بأقل كلفة وأقصر فترة زمنية. ففي حالة التوازن الكاتاليست حقيقة راح يأثر على التفاعل الطردي بنفس التأثير على التفاعل العكسي، وتبقى حالة التوازن لهذا التفاعل ونحصل على الناتج بأقل كلفة وأقل فترة زمنية. الكاتاليست كلاسيفيكيشن ممكن حقيقة تصنيف الكاتاليست عدة أنواع اعتمادا على طريقة التصنيف عليا من معتمد. فإذا كان based on physical state يعني على الحالة الفيزيائية، ممكن أن يصنف الكاتاليست أنه غاز أو سائل أو solid. وأيضا ممكن based on substance of a catalyst is made كأن يكون مادة لا عضوية، وهذا في الغالب كأن يكون الغازات أو المتل أو المتل أوكسيد إلى آخره. وممكن أن يصنف الكاتاليست على أنه مادة عضوية أورجانيك، مثال إلها الأورجانيك أسيد والإنزيمز وإلى آخره. أيضا ممكن يكون التصنيف based on catalyst action يعني فعل الكاتاليست، هل هو تفاعل حامض وقاعدة، فممكن يصنف بأسيد based catalyst، ممكن إنزيماتيك، ممكن فوتو كاتاليست، ممكن إلكترو كاتاليست. لكن التصنيف الأهم حقيقة اللي هو based on way of catalyst work يعني على طبيعة عمل الكاتاليست. فالكاتاليست حقيقة إذا كان متجانس مع المواد المتفاعلة بنفس الطور، هذا نسميه الهوموجينيوس اللي تكون بالرياكتنس والبرودكت، وأيضا العامل المساعد بنفس الطور كان يكون غاز أو سائل فنسميه هوموجينيوس. وهذا حقيقة نوع من الكاتاليست بمشاكل، أبسطها هي أنه البرودكت راح يكون كونتامد أو يعني مشوب أو ملوث بالمواد المتفاعلة وأيضا بمادة الكاتاليست نفسه. علاوة أن الكاتاليست ما ممكن أن نفصله إلا بطرق فصل قد تكون معقدة ومكلفة حتى نفصلنا على وسط التفاعل وممكن أن نستخدمه في مرة أخرى. فلذلك البديل عن الهوموجينيوس أكو الهيتروجينيوس اللي هو نظام التفاعل، أنه لما يكون يحتوي على أكثر من طور، وهنا يكون بحقيقة الكاتاليست من النوع الصلب ويسهل فصله عن وسط التفاعل في نهاية التفاعل، وممكن تنشيطه وإعادة استخدامه في أكثر من مرة. الحقيقة الكاتاليست أكشن لها 3 جوانب ممكن إيجازها. الأول إنه taking part in the reaction يعني الكاتاليست ممكن أن يكون
مادة متفاعلة تتفاعل مع جزيئات المواد المتفاعلة، أو قد تتفاعل مع المواد الناتجة. أيضا الجانب الآخر altering the rates of reactions، وهذا حقيقة ما ذكرناه سابقا، أنه فعل العامل المساعد هو تغيير لسرعة التفاعل، فأما يغير سرعة التفاعل أنه يزيدها، هذا إذا كان التفاعل مطلوب ومرغوب، أو يكبحها ويثبطها في حالة وجود التفاعل الغير مرغوب. الأمر المهم أو الجانب المهم الثالث هو returning to its origin null form، هذا حقيقة أنه جزيئة العامل المساعد راح تعيد توليد نفسها في نهاية التفاعل ودون أي تغيير، لكن في من الناحية العملية لا يوجد حقيقة عامل مساعد يمكن استخدامه إلى ما لا نهاية، وإلى لازم إلى عمر محدد أو عمر معين، ولأنه عملية الدي اكتيفيشن أو فقدان نشاطه راح تكون عملية تدريجية نتيجة للاستخدام المتواصل. الريسيرش ان كاتاليسيس حقيقة نواحي البحث في مجال الكاتاليسيس لا زالت هي اتراكتيف ومحط انظار الباحثين والعلماء، قلنا لما في لهذا المجال من اهميه بحثيه واقتصاديه، وحقيقه ينطلي او يشترك في هذه البحوث كثير من التخصصات مثل ما ذكرنا، لربما الكيميائيين والفيزيائيين وحتى الهندسه الكيميائيه ايضا. هذه البحوث ممكن إيجازها Reaction Kinetics and Mechanism، وهي دراسة حركية وآلية التفاعلات من خلال تصميم مسارات التفاعل ودراسة تكوين المركبات الوسطية، وأيضا إعطاء تفسير للنتائج اللي نحصل عليها في ظل الظروف المستخدمة، وأيضا من خلالها يمكن التنبؤ بإداء العامل المساعد. غيرها من المجالات أيضا اللي هي كاتاليست ديفلوبمنت، يعني تطوير العامل المحفز أو العامل المساعد من خلال دراسة التركيب الكيميائي وخصائصه واستقراريته وتحديد كفاءته. الجانب الثالث من هذه البحوث هي الأناليسيس تكنيكس، هي تقنيات التحليل ودراسة وتحديد حدود الدقة والكشف لهذه التقنيات بالنسبة للوقت وبالنسبة لحجم الجزيئات في ظل الظروف المختبرية وحتى التصنيعية من درجة حرارة وضغط باستخدام تقنيات مجهرية وتقنيات تحضير مختلفة. أيضا من الجوانب البحثية الأخرى هي الرياكشن موديلينج، يعني تصميم التفاعلات، دراسة التفاعلات وسرعها من خلال كيمياء الكم وعلاقات الكيمياء الفيزيائية الأخرى. الجانب الآخر أيضا الرياكتر موديلينج، اللي هي نمذجة وتصميم المفاعلات من خلال التفسير والتمثيل الرياضي العددي ودراسة انتقال الطاقة والكتلة فيما يتعلق ببنية وتصميم المفاعلات. الجانب الآخر والأخير هي تقييم العمليات التحفيزية Catalytic Processes، تقييم العمليات التحفيزية من خلال دراسة وتحديد كفاءة العمليات التحفيزية من خلال دراسة نقل الطاقة والكتلة إلى آخره من الدراسات. General requirements for a good catalyst، المتطلبات العامة للكاتاليست بشكل عام، هناك ثلاث مطالب للكاتاليست، من عندها هي الاكتيفيتي الفعالية، والفعالية هنا هي في صميم عمل الكاتاليست كان يكون يزيد سرعة التفاعل أو يثبط سرعة تفاعل معين
والاكتيفيتي يجب أن تبقى دائما بمستوى عالي، لأنه هي في حقيقة الأمر تقل بالاستخدام المستمر للكتاليست نفسه. الأمر الآخر أو المطلب الآخر هو السلكتيفيتي الاختيارية، being promote only the rate of desired reaction and also retard the undesired reaction. وهذا ذكرناه حسب طبيعة وغاية الكتاليست في تفاعل ما، هو لزيادة سرعة تفاعل أو لتثبيط سرعة تفاعل غير مرغوب. طبعا هنا السلكتيفيتي أحيانا تكون أهم من الأكتيفيتي، وأحيانا أيضا صعبة التحقيق. The selectivity is sometimes considered to be more important than the activity and sometimes it is more difficult to achieve. يعني السلكتيفيتي قد تحقيقها يكون صعب لأنه متعلقة بطبيعة عمل التفاعل وطبيعة عمل الكاتاليست أيضا. كمثال للسلكتيفيتي حتى تكون مفهومة بشكل مبسط، الزيولايت اللي هو أحد السبورتات المعروفة اللي يحوي على تجويف وفتحات خارجية، هاي الفتحات الخارجية إلها حجم محدد قد تسمح بعض الرياكتنت للدخول في تجويف الزيولايت ويحصل تفاعل ما، بينما البقية تنمنع بسبب حجمها الأكبر، وبالتالي هذا النوع من السلكتيفيتي يسمى رياكتنت سلكتيفيتي، يعني انتقائية للمواد المتفاعلة المطلوبة دون غيرها. نوع آخر أيضا ممكن تحقيقه هو البرودكت سلكتيفيتي. إذا فرضنا أكو رياكتنت معين يدخل في تجويف الزيولايت اللي هو أي ممكن ينطينا ناتج B، ينطينا ناتج C وإلى آخره من النواتج، فقط الناتج B متاح أن يخرج من هذا التجويف، فإذا هنا سوينا انتقائية على النواتج. المطلب الآخر أو السلكتيفيتي الأخرى إن هي الانتقائية التفاعل، يعني رياكشن سلكتيفيتي. إذا نفترض أنه فد رياكتنت معين اللي هو A ينطينا B، والبي بعدين بتفاعل متسلسل ينطينا C وإلى آخره من التفاعلات المتسلسلة، فإذا هنا ممكن أن نسمح فقط بخروج B، وبذلك راح تكون انتقائية للتفاعل، يعني راح يخرج بي من الحيز بواسطة هاي الفجوات المتاحة دون أن يكمل التفاعل بتفاعلات متسلسلة إضافية، فلذلك نسمي هذا النوع من السلكتيفيتي رياكشن سلكتيفيتي. هذا المثال أو هاي الأمثلة الثلاثة علها تكون مفيدة لتوضيح معنى السلكتيفيتي وأنواعها. المطلب الآخر للكاتاليست الجيد هي الاستيبوليتي، الخاصية المهمة اللي قد تعتبر أحيانا أهم مطلب هي الاستقرارية لهذا الكاتاليست، فيجب أن يتمتع الكاتاليست بمقاومة عالية ضد عدة عوامل، من عدها الدي اكتيفيشن التثبيط. الدي اكتيفيشن احنا سبق ان قلنا الاكتيفيتي للكاتاليست يجب ان تبقى نسبتها عالية مرور الزمن، مرور وقت التفاعل، وايضا عند الاستخدام المتكرر. فهاي الاكتيفيشن حقيقة ما تستقر او ما تستمر بالنمط العالي الا ان يكون جزيئة الكاتاليست مقاومة للدي اكتيفيشن للتثبيت. كذلك يجب أن تكون جزيئة الكاتاليست مقاومة للثيرمال ديتوريريشن اللي هي التدهور أو التدهور أو الضرر الحراري، لأنه التفاعلات أغلبها التفاعلات العوامل المساعدة قد تحصل في درجات حرارة عالية أو ضغط عالي إلى آخره، فتكون جزيئة العامل المساعد هنا عرضة للتكسر
والضرر بسبب هذه الظروف القاسية. الأمر الآخر قد تكون جزيئة العامل المساعد أيضا مقاومة لبعض التفاعلات الجانبية اللي هي الفولتاليتي، التطاير، أو الهيدروليسيس، التفكك أو التحلل المائي. فإذا ثباتية جزيئة العامل المساعد تجاه هذه التفاعلات هي راح تحدد الاستيبوليتي، واللي هو مطلب مهم في من مطالب الكاتاليست جيت. السيروت كاتاليست بشكل عام هو يتكون حقيقة من 3 مكونات رئيسية تمثل أضلاع المثلث هذا اللي أمامنا، اللي هي الأكتيف فيز، اللي هي الجزيئة الفعالة اللي يحصل عليها أو من خلالها التفاعل المعين، وهي عادة طبعا أما تكون متل أو متل أوكسايد أو لربما جزيئة عضوية أو أورجانو ميتاليك كومباوند وإلى آخره من الجزيئات اللي إلها دور في زيادة تفاعل معين أو تثبيت تفاعل معين مثل ما ذكرنا. الأكتيف فيز هذا يحتاج البروموتر أو ممهد أو مروج، وهنا المروج قد ياخذ عدة أشكال، قد يكون بروفيشنال يعني أو سبيسيفيك مثل تكستشرال بروموتر اللي هو كمثال وجود الألمنيوم والحديد في إنتاج الأمونيا. فهذا النوع من البروموتر يكون نوعي سبيسيفيك لهذا التفاعل دون غيره، وقد يكون هو البروموتر يزيد من مقاومة البويزن للكاتاليست، أو إلى أدوار أخرى اللي هي قد تكون تصميمية أو تحويرية للشكل للكاتاليست. الجزء الأهم هو السبورت اللي هو راح حقيقة نسترسل في شرحه وأعطى أمثلة إليه، اللي هو السبورت أو الوسط أو السطح الداعم أو أحيانا يسمى الكارير الحامل. احنا سبق ان قلنا ان جزيئة الكاتاليست قد تشترك في تفاعلات في ظروف قاسية من درجة حرارة وضغط، وقد ايضا حركة المواد المتفاعلة في الرياكتانتس قد تسبب حركة ميكانيكية عنيفة قد تسبب في ضرر لهذه الجزيئة منها التحطيم أو التفكك. فنحتاج هذا الجزيئة أن نثبتها على وسط، قد يزيد هذا الوسط من الميكانيكال سترينث يعني القوة الميكانيكية حتى تتحمل الصدمات وتقاوم ظروف التفاعل. فهذا السبورت حقيقة إلى عدة فوائد، من عندها increase mechanical strength مثل ما قلنا، وقد يكون increase service area، لأن السيرفيس area اللي هي المساحة السطحية للسبورت، كل ما زادت المساحة السطحية للسبورت معناته هو راح يحمل أكثر عدد من الأكتيف فيز، والأكتيف فيز هي قلنا مثبتة على هذا السطح، وكل ما يزداد تزداد المساحة السطحية راح تزداد فعالية هذا الكاتاليست. زيادة المساحة السطحية تتم بطريقة تصنيع هذا السبورت، والسبورت حسب نوعه إلى مساحة سطحية معينة قد تزيد وقد تنقص حسب ظرف التحضير لهذا السبورت. طبعا السبورت أحيانا يكون ما إلى أي دور عدا زيادة الكفاءة أو القوة الميكانيكية لجزيئة الكاتاليست، أو قد أحيانا أيضا له فعل
تحفيزي أيضا. يعني هسا احنا في بشكل عام أحيانا إذا نجري تفاعل في دورق في داخل المختبر، قد نقدر نعتبر أنه سطح الزجاج الداخلي الساخن هو أيضا يعتبر كعامل تحفيز للتفاعل. يعني أيضا يحصل التحفيز من خلال امتزاز جزيئات المتفاعلة على سطح الزجاج الداخلي الساخن ويحصل التفاعل. فإذا السبورت قد يكون له دور تحفيزي وقد يكون له فقط دور داعم لجزيئة الكاتاليست فقط. المساحة السطحية اللي ذكرناها قد نقدر نزيدها بخلق بورز في داخل جزيئة السبورت، وهاي بطريقة التصنيع قد نحصل على سبورت مسامي. فالمساحة السطحية للبارتيكل هاي اللي أمامنا تكون الخارجية يضاف إلها المساحة الجدران الداخلية للفجوات بأنواعها الموجودة أمامنا. طبعا أنواع الفجوات تصنيفها اللي هو مثل بور اكسيسيبيليتي كلاسيفيكيشن، يعني تصنيفها على أساس طريقة الوصول إليها. فهنا عندنا الأي كمثال للبورز، هذا النوع من الفجوات تكون مغلقة closed، يعني ما متصلة مع المحيط الخارجي، فلذلك هاي ما لها أي دور في تطوير أو زيادة المساحة السطحية، لأنه ما متصلة بالمحيط الخارجي. هاي لها فقط دور ميكانيكي اللي هي الكثافة أو الصلادة أو المحتوى الحراري لجزيئة السبورت نفسه. النوع الآخر من البورز هي لها فتحة خارجية وجدران داخلية أوسع من الفتحة الخارجية، وهذا ما نسميه الإنك بوت أو فجوة قارورة الحبر. النوع الآخر اللي هو دي اللي تكون الفتحة الخارجية كبيرة وتكون ضيقة كلما ممرنا إلى الداخل. النوع الآخر أيضا اللي بها فتحة واحدة وتكون مغلقة في نهايتها، أو ما نسميها البلندد يعني المعمية. هاي الجدران الداخلية أيضا تضاف إلى المساحة السطحية الكلية. نوع آخر من الفجوات اللي تكون أيضا بلندد يعني معمية، لكن قد تكون متصلة بقنوات داخلية مع فجوات أخرى. بشكل عام كلهن أنواع من الفجوات عدا أي تضاف إلى المساحة السطحية. فراح نشوف إنه بعض السبورتات يتمتع بمساحة سطحية قد واحد يستغرب من عدها، ففي وحدة الوزن يعني قد تصل إلى 1000 أو حتى إلى 1600 متر مربع لكل غرام من السبورت. فواحد ممكن يتخيل إيش قد هاي المساحة السطحية مضاعفة بسبب وجود هاي البورس أو الفتحات أو ما نسميها المسامات. قبل لا نغادر البور وأنواعها، يوجد تصنيف آخر للبورز على أساس الحجم، البور سايز كلاسيفيكيشن، وهذا المخطط حقيقة ينطينا فكرة عن المساحة النسبية أو الحجم النسبي للبورز بأنواعها. فقد تصنف بالمايكروبور والميزوبور والماكروبور. المايكروبور هي تكون حجم البور بحدود أقل من 2 نانو متر. الميزوبورز من يكون حجم البورز بحدود 2 إلى 50 نانو متر. الماكروبور لما يكون حجم البور هي أكثر من 50
نانو متر. بشكل عام الأصناف الثلاثة هاي المايكرو بورس والميزوبورس والماكرو بورس ماتيريالز تدخل ضمن تصنيف النانو ماتيريالز، لأن نعرف النانو ماتيريالز هي الماتيريالز اللي تتمتع ببعد أو بعدان أو ثلاث أبعاد ضمن المئة نانو متر. فإذا المايكروبوروس والميزوبوروس وأيضا المايكروبوروس لحد 100 ممكن اعتبرها ضمن النانو ماتيريالز التصنيف له للسبورتات. هاي البور الموجودة في السبورت نلاحظ الاكستف سايد موزعة في داخلها كما تكون موزعة على السطح الخارجي للسبورت، فإذا البور هنا أضافت لنا مساحة إضافية للسطح الخارجي مثل ما مر بينا سابقا. Preparation of solid catalyst للكاتاليست الصلب عدة طرق للتصنيع، من ضمنها طريقة precipitation الترسيب، وتم بهذا المخطط المبسط لطريقة التحضير انه اذا عندنا محلول يضم جزيئات الاكتيف فيز او الجزيئات اللي ممكن نتوقع لها فعل تحفيزي، نعدل البي اتش لهذه المحلول بحيث تحصل عليه نحصل على بي اتش مناسبة، ومن ثم إضافة السبورت اللي هي المادة الصلبة لسبورت معين مناسب مع التحريك المستمر راح نشوف جزيئات الجزيئات المحفز راح تتفاعل مع سطح السبورت أو تتداخل معها، بعدها ممكن أن نفصلها ونغسلها ونمررها في درجة حرارة معينة اللي هي نسميها الدراينج، ومن ثم الفايرنج، وهاي العملية اللي نسميها الكالسينيشن، حتى نحصل على سوليد كاتاليست مستقر يقاوم درجات الحرارة العالية في شكله النهائي. الطريقة الأخرى للتحضير السوليد كاتاليست هي طريقة مشابهة أيضا لطريقة البريسبيتيشن، عدا أنه نوع التفاعل اللي يحصل هو الأزوربشن أو الأيونيك إكستشينج، يحصل هذا النوع من التفاعل بين جزيئات السبورت والجزيئات اللي نتوقع لها دور تحفيزي أو ما نسميها الأكتيف فيز. راح تتفاعل هذه الجزيئات مع بعضها بفترة معينة وبظرف معين، بعدها يتم الفلترة والغسل وأيضا يعقبها التجفيف والحرق أو ما نسميها الكلسنة حتى نحصل على solid catalyst مستقر حراريا. الطريقة الأخرى للتحضير solid catalyst هي الامبرجنيشن أو ما نسميها التحميل، يعني تحميل الأكتيف سايت على البورز الموجودة بغض النظر عن نوع التفاعل، يعني هنا نوع التفاعل قد يكون غير مدروس أو غير معروف، بمجرد إملاء البورز الموجودة في سطح السبورت بجزيئات قد إلها يكون دور تحفيزي. أيضا بنفس الطريقة إضافة السبورت إلى المحلول اللي تحوي هذه الجزيئات مع التحريك ومن ثم الفلترة والغسيل وبعدها أيضا الدراينج والفايرنج. قد يسأل شخص إنه هذه الطريقة ما تختلف عن سابقتها، فقط تختلف إنه طريقة التفاعل أو التداخل أو التحميل
ما تعطى تعليل، يعني هل هي تفاعل أو فقط تحميل فيزيائي ميكانيكي. الطريقة الرابعة، قد يكون تحضير السوليد كاتاليست هي بطريقة الدراي ميكسينج، أو هو ما نسميه المزج الجاف، وهي عادة هاي طريقة مزج فيزيائي، ممكن يكون مزج اعتيادي بنسب معينة، ثم الجريند اللي هي السحق، وتالي الفايرنج أو الكالسينيشن. ناخذ نماذج من السبورتس اللي تحضر من عندها السوليد كاتاليست. أبسط مثال هو الألومنا، اللي هو عبارة عن ألمنيوم أوكسايد. يمتاز هذا النوع من السبورت أنه inexpensive، رخيص الثمن، علاوة على أنه المساحة السطحية مالته بحدود 1 إلى 700 متر تربيع لكل غرام، وأيضا هو أسيدك. النوع الآخر من السبورتات هو السيليكا، وهي واسعة الانتشار واستخداماتها عديدة، وأيضا تمتاز بأنها اكسبنسيف ومساحتها السطحية بحدود من 100 إلى 800 متر تربيع لكل غرام، وهي أيضا أسيدك. طبعا السيليكا اللي هي عبارة عن عنصر السيليكون مرتبط بذرات الأكسجين، وأيضا يضم ويحتوي على جذور الهيدروكسيل في المحيط الخارجي اللي يتم بها الارتباط مع جزيئات المحفز. السوليد كاتاليست ممكن قلنا زيادة المساحة السطحية إلى، ومثال السيليكا اللي أمامنا هذا النوع من السيليكا يسمى الأمورفس سيليكا، يعني العشوائية اللي تضم رينج واسع من المساحة السطحية للبورز. فلذلك هذه السيليكا ممكن أن نصنعها بطريقة أخرى، أو ما نسميها الريبيولر سيليكا، مثل ما راح ناخذه بطريقة التصنيع التالية بشكل مبسط. عملية تحويل الأمورفا سيليكا إلى أخرى ريجولار سيليكا تتم بعدة ميكانيكيات مقترحة، من عدها الليكويد كريستال تامبلت ميكانيزم، حيث تتحول السيليكا إلى ريجولار سيليكا مثل الـ MCM 41 وغيرها من الأنواع. الغاية من عدها هي زيادة المساحة السطحية اللي ممكن تتحمل بجزيئات العامل المساعد. هذه الميكانيكية يستخدم سيرفستنس خاص، وهي أشبه بالليكويد كريستال. الليكويد كريستال هاي راح تنتظم مع بعضها تشكل قرص، والقرص أيضا ينتظم مع قرص آخر حتى يشكل رود، الرود ينتظم مع رودز أخرى بشكل أشبه بالشكل السداسي، ومن ثم تصب الأمورفة السيليكا حول هذا الشكل المتكون، وبعدها تمر العملية بالكالسينيشن إلى درجات حرارة عالية، الغاية حتى نتخلص من السيرفستنس. وأكو طريقة هي أما بالكالسينيشن أو بطريقة السولفنت. النتيجة أنه راح نحصل على سيليكا منتظمة تشبه بخلايا النحل. هاي المساحة السطحية مالتها قد تصل إلى 1600 متر مربع لكل غرام، وراح نعرض لكم أيضا بالسلايد القادم شكل هذه النوع من السيليكا. هذه الـ TEM images للـ الـ MCM 41 السيليكا المنتظمة، نشوف إذا الشعاع سقط موازي إلى
الفتحات أو البورز راح نلاحظها منتظمة بشكل سداسي أشبه بخلايا النحل. أما الإشعاع مال الجهاز يعني الليزري إذا سقط بشكل متعامد راح نشوف هذه الفجوات بشكل أخاديد أو شقوق، والخطوط الداكنة هي عبارة عن جدار لهذه المسامات أو البورز. طبعا تلاحظون مدى كبر المساحة السطحية لهذه الجدران، وبالتالي بالنتيجة راح ينطينا سبورتس ذو مساحة سطحية جدا كبيرة بالمقارنة مع وحدة الوزن. هذا أحد البحوث المنشورة، وهو حقيقة بحثي من أطروحة الدكتوراه بعد تصنيع السيليكا من مخلفات زراعية اللي هي رايس هاسك. عملنا على تحضير السيليكا الام سي ام 41 المنتظمة، وهذا شكلها اللي سبق أن عرضنا شكلها. أيضا الجزيئة المحملة هي جزيئة كبيرة بالمقارنة مع غيرها من الجزيئات، تحمل في داخل هذه البورز، وهذه طريقة حقيقة لتصنيع عامل مساعد طبقناه على تحويل البنزيل الكهول إلى البنزالديهايد. النوع الآخر من السبورتس أو من السولت كاتاليست هو زيولايت، والزيولايت هو عبارة عن مكستشر من الألمنيوم والسيليكا. من خصائصه هذا أنه يكون شكل مجوف، ويحمل بداخله جزيئة العامل المساعد، ويطلق على هذه الحالة أنه أشبه بالكيج يعني القفص، أو أحيانا يسمى بالشيب ان بوتل يعني السفينة في بوتل أو في قنينة. خواص هذا الزيولايت، أولا قابل للاستخدام عدة مرات، جزيئة العامل المساعد قد تكون مرتبطة من الداخل أو تكون سائبة مثل ما قلنا، جزيئات المواد المتفاعلة تدخل من الفتحات ويخرج الناتج التفاعل دون أن نخسر العامل المساعد. حقيقة هذا النوع من السبورت ظريف أو منفرد في عمله. النوع الآخر للسبورت هو الكربون نانو تيوب، وهو في الحقيقة عبارة عن جرافين شيت، ونشوف بالجرافين شيت أنه ذرات الكربون تنتظم بشكل شبكة فطوي هذه الشبكة بالطول أو أحيانا بالعرض أو أحيانا بالقطر، تنطينا حقيقة ثلاثة أنواع من الإسطوانات. وهذه الإسطوانات أما تكون أحادية فتسمى سنجل وولد نانو تيوب، أو ثنائية متداخلة فتسمى بالدبل وولد نانو تيوب، أو تكون متعددة متداخلة فيما بينها فتسمى بالمالتي وولد نانو تيوب. هذا النوع من السبورت إلى استخدامات حقيقة عديدة بالإضافة لكون سبورت أو غير ذلك. أذر سبورتس اللي هي عادة تكون متقاربة بالخواص، اللي هي مثال إلى الأكتيف كاربون اللي السيرفيس إريا تكون بحدود 1000 متر مربع لكل غرام، وأيضا عندنا التيتانيا والزرقونيا والمغنيسيا واللانثانيا، وجميع هذه السبورتس حقيقة متقاربة بالمساحة السطحية. مثال التيتانيا حيث يكون عنصر التيتانيوم مرتبط بذرات الأكسجين، وهذا الصورة أيضا للأكتيف كربون اللي عادة يصنع من مصادر نباتية. هذا أحد البحوث الحديثة المنشورة في استخدام الأكتيفيتد كربون في تصنيع أو تخليق البايوديزل من مصادر
نباتية، والبايوديزل هو عبارة عن إستر محضر من مصادر نباتية يستغل كوقود، فلذلك يسمى بالبايو ديزل. هذا بحث آخر أيضا حديث على التيتانيا، حيث يستبدل بعنصر النيكل ويستغل هذا الكاتاليست لعملية الميثانيشن of كربون دايوكسيد. بعد معرفة أنواع السبورتس ودورها في عملية تحضير الهيتروجينيوس كاتاليست، البوليمر أيضا ممكن اعتباره كأحد السبورتات، أو يمكن أن يأخذ دور السبورت من خلال تصنيعه، لسبب بسيط، هو البوليمر أنه يمكن فصله عن وسط التفاعل بسهولة، فممكن أن يصنع من جزيئة ذات أثر أو تأثير تحفيزي، أو أنه هو يحمل في تركيبه على ذرات، مثل ما هذا البحث مشار إلى أنه البولي إيثيلين أمين محمل بالبلديوم، فيعمل كهيدروجينيوس بلديوم كاتاليست. مثال آخر لاستخدام البوليمر كسبورت للكاتاليست، في هذا المثال البوليمر مصنع كأسطوانة وتدخل الرياكتنتس من اتجاه معين وتخرج البرودكت باتجاه آخر، فإذا البوليمر هنا عمل السبورت الحامل لجزيئة العامل المحفز. شكرا جزيلا، أتمنى هذه المحاضرة أن تكون مفيدة وقد ألقت الضوء على أنواع الكاتاليست وخاصة الهيتروجينيوس كاتاليست.